السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة أول حصة لينا في ريادة الأعمال، هناخد فيها الفصل الأولاني، مش هناخده كله، هناخده مرتين. هناخد النهاردة أساسيات ريادة الأعمال. قال لي الأول قبل ما تشتغل اعرف فئة الأعداد. إيه هي فئة الأعداد؟ بيقول إن في أعداد طبيعية وفي أعداد صحيحة وفي أعداد نسبية وفي أعداد غير نسبية وفي أعداد حقيقية. إيه الفرق ما بينهم كلهم؟ إن الأعداد الطبيعية من صفر واحد واثنين وتلاتة واربعة وهكذا. الأعداد الصحيحة فرقت عن الطبيعية إن الصحيحة فيها السوالب، يعني صفر واحد واثنين وتلاتة وهكذا، وسالب واحد وسالب اثنين وسالب تلاتة وبرضو هكذا. الأعداد النسبية فرقت عن الأعداد الصحيحة إن هم زودوا القصور، زودوا الكسر، الكسر بس بشرط انه يكون منتهي، كسر منتهي زي 25% اللي هو الربع، 5/10، انما الرقم ده لا، ده مش منتهي. فعلشان كده قال ان دوت عدد غير نسبي، انما لما يكون كسر منتهي نسبي. يبقى كسر منتهي زائد الأعداد الصحيحة زائد اللي قبله هو وكل اللي قبله. طب ايه هي الأعداد الغير نسبية؟ الأعداد الغير نسبية الجذور وباي، والأعداد العشرية الغير منتهية زي المثال اللي كنت كاتبه دلوقتي. الأعداد الحقيقية فيها كل اللي قبل كده، فيها الأعداد الطبيعية وفيها الأعداد الصحيحة وفيها الأعداد النسبية وفيها الأعداد الغير نسبية. هكتب هنا العدد وانت هتقول لي هو طبيعي ولا نسبي ولا غير نسبي ولا حقيقي. لو انا كتبت الاثنين، الاثنين طبيعي ونسبي وحقيقي، بس هو مش غير نسبي، باي، مع ان قيمتها ب22/7 الا انها مش طبيعية ولا نسبية، بس هي غير نسبية وبالتالي تكون حقيقية. ليه؟ لان الحقيقية واخدة كل اللي قبلها. 2/4، 2/4 عدد مش طبيعي لان في كسر، بس هو نسبي مش غير نسبي لانه منتهي بالتالي حقيقي. 3/دائر، ايه دائر ده؟ ساعات بتكتب مسألة على الآلة الحاسبة وتطلع كل الارقام زي بعضها زي كده، مثلا 3 3 3 3 3 3 وهكذا، كل الارقام زي بعضها. ده طبعا مش طبيعي عشان كسر، بس نسبي. العدد الدائر قال عليه نسبي. ليه؟ لان ما باجي احله بشوف الرقم ده كام واقسمه على 9. طب افرض كان 52 دائر مثلا، يبقى 52 كل رقم على 9. غير نسبي؟ لا، الثلاثة دائر عدد مش طبيعي بس نسبي. غير نسبي؟ لا، هو حقيقي. جذر 7 طبعا مش طبيعي ولا نسبي لانه ما بيتحسبش. غير نسبي؟ ايوه. حقيقي؟ ايوه حقيقي. جذر 25، جذر 25 5، يبقى طبيعي ويكون نسبي بس مش غير نسبي وبالتالي حقيقي. العمليات على الاعداد، لو انا عايز المحايد الجمعي
ما بيكون في خناقة، بيقول لك خليك طرف محايد كده، ما تحكمش مع ده أو مع ده، احكم بالعدل. يعني 5 زائد كام تدي 5؟ 0. يبقى المحايد الجمعي ده 0. طب إيه هو المحايد الضربي؟ من فهمك للموضوع 5 في كام تدي 5؟ المحايد الضربي 1. يبقى المحايد الجمعي 0 والمحايد الضربي 1. إيه هو المعكوس الجمعي؟ المعكوس الجمعي بنغير الإشارة. طب إيه هو المعكوس الضربي؟ قلب العدد. يعني لو كان معايا 2 على 5، عايز معكوسه الضربي اقلبه، يبقى 5 على 2. طب لو كنت عايز معكوسه الجمعي يبقى -2 على 5. كل الكلام اللي فات يعتبر أساسيات معروفة، مفيش فيها أي مشاكل. هنخش بقى على الأسس وتطبيقاتها. لو معايا ألف أس ميم في ألف أس نون، بيقول إن في حالة الضرب بنجمع الأسس، بس بشرط إن الأساس ده يكون زي بعضه. طب لو كانت قسمة، في حالة القسمة بطرح الأسس، بس بشرط إن يكون الأساس زي بعضه. طب لو كان الأس متكرر، الأس ده نضربه في بعضه. في تانية ثانوي قال افرض كان فيه جذر نوني. بكل سهولة قال إن الجذر ده عبارة عن كسر أصلا، أس كسر، بنقسم 1 على رتبته، يعني رتبته هنا نون، يبقى 1 على نون. يعني لو كان جذر 5 2، يبقى دي 2 أس 5. لو كان الجذر 7 لألف أس 6، يبقى ده ألف أس 6 على 7. لو مثلا معايا سؤال اختصر كده، سين أو الجذر التربيعي لسين أس 3 في الجذر التكعيبي لسين أس 2، تصرف في دي ازاي؟ يبقى دي سين أس 3 على 2. ليه؟ عشان ده جذر تربيعي، يبقى بقسم الأس على 2. لو كان الأس هنا 1 يبقى 1 على 2. في سين أس 2 على 3، في حالة الضرب بعمل إيه؟ في حالة الضرب بجمع الأسس. حضرتك هتيجي على الآلة الحاسبة وهتجمع الكلام ده كله، يطلع الناس تخلي بالها من حاجة. لو جالها الأس سالب معناه إيه؟ سين على صاد أس سالب 1. الأس السالب ده معناه إن أنا بقلب اللي تحته، هتبقى صاد على سين. الناس تحط في دماغها حاجة كمان، إن الأسس ما بينفعش أطبقها لما يكون في جمع. شفت الجمع ده؟ مش قصدي على ده، قصدي على ده اهو. لو في جمع مفيش قوانين للأسس معايا، مفيش لا قانون ضرب ولا قسمة ولا أي حاجة، المسألة بتتشل بمعنى أصح. أمال هعمل إيه؟ أنت عارف إمتى بنجمع الأسس؟ أيوة في حالة الضرب. يعني دي كان معناها إيه؟ دي كان معناها 5 أس س في 5 أس 1 زائد 5 أس س. خد 5 أس س مشترك، اتبقى هنا كام؟ اتبقى هنا 6. يبقى دي الإجابة النهائية. الدكتور جاب لنا مسألة قال لو كان 8 ه يعادل الراتب الشهري بمئات الجنيهات، وكانت ه بتساوي 5 أس نون زائد 2 في 5 أس نون زائد 1 زائد 5 أس نون زائد 2 على 5 أس نون زائد 2 ناقص 5 أس نون، تصرف ازاي؟ اتفقت معاك ان جمع خلاص، المسألة وقفت، ما ينفعش قوانين أسس. اتصرف هقول جاي
خمسة أس نون زائد اتنين في خمسة أس نون في خمسة، الزائد دي معناها ايه؟ كان ضرب. زائد خمسة أس نون في خمسة وعشرين، جت منين؟ اللي هي خمسة أس اتنين. وهنا خمسة أس نون في خمسة وعشرين، جت منين؟ جمع الأسس يبقى كان الضرب خمسة أس نون في خمسة أس اتنين ناقص خمسة أس نون. خد خمسة أس نون مشترك، يبقى من هنا واحد زائد عشرة، اتنين في خمسة، زائد خمسة وعشرين على خمسة أس نون، هنا خمسة وعشرين ناقص واحد، يبقى اللي طلعت بكام؟ دول كده ستة وتلاتين على الأربعة وعشرين، فيها التلاتة على اتنين، يبقى إذا الراتب الشهري بيساوي تمانية في تلاتة على اتنين بتساوي اتناشر، بس في مئات الجنيهات، في مية، يبقى ألف ومئتين جنيه ده الراتب. مندوب يبيع بإحدى المؤسسات التجارية، يحصل الأول على اتنين وتلاتين أس خمس من مئات الجنيهات، بينما يحصل الثاني على 729 أس سدس كراتب يومي ثابت. احسب ما يحصل عليه كل المندوبين كراتب يومي. الراتب اليومي في الأولاني هو ده بالمئات الجنيهات، يبقى الراتب الأول بيساوي 100 في هو ال 32 أس خمس، دي معناها ايه؟ على الآلة الحاسبة يا باشمهندسين هتعملها هي الجذر الخامس ل 32، على الآلة الحاسبة هنعملها الجذر الخامس ل 32، أو في ناس تانية بتقول إن ال 32 2 أس 5 أس خمس، وأنت قلت بضرب الأس المتكرر 200 جنيه. رتب التالي اللي هي 100 في 729 أس سدس يعني الجذر السادس على الآلة الحاسبة، أو 100 في 3 أس 6 أس سدس، 729 3 أس 6، الستة دي راحت، يبقى راتبه ب 300 جنيه. تاني يا شباب، انت بما ان الامتحان بتاعك ام سي كيو فانت هتستخدم الاله الحاسبه افضل، زي ما وضحتها لك دلوقتي على الشاشه ازاي تجيبها. 5 اس س بتساوي 5 اس 2 س ناقص 3، عاوزين الس. الاساس زي الاساس، يبقى الاس متساوي، س بتساوي 2 س ناقص 3، يبقى س الواحده طلعت ب 3. طيب ان كان 25 أس 2 س زائد 1 بتساوي 125 أس 3 س زائد 7. ال 25 دي 5 أس 2 أس 2 س زائد 1. ال 125 5 أس 3 أس 3 س زائد 7. الأس المتكرر بينضرب يبقى 4 س زائد 2 بتساوي 5 أس 9 س زائد 21. الأساس بيساوي الأساس، يبقى الأس متساوي. 5 س بتساوي، جبت الأربعة س هنا دول بقوا 5 س، هعدل 21 بإشارة مخالفة، سالب 19، يبقى الس بتساوي سالب 19 على الخمسة. نتمنى إن نكون استفدنا، والسلام عليكم.